المصلحون في العالم دائما إما أن يقتدوا بالإمام الحسن إذا أمامهم معاوية وأمثال معاوية، وإما أن يقتدوا بالإمام الحسين إذا أمامهم يزيد وأمثال يزيد، إمامان إن قام وإن قعد. الإمام الحسن يجب أن يحارب ويسالم، لأنه معاوية له وجهان، وجه حرب ووجه سلم. الإمام الحسن يجب أن يظهر الوجهين، لذا كان الإمام الحسن بقدر دقيق في تخطيطه الذي هو تخطيط من الله سبحانه وتعالى حسب المنطق والعقل، قطع النظر عن العصمة واعتقادنا نحن أن الإمام الحسن حارب فترة لإظهار وجه معاوية الحربية، وسالم فترة لإظهار وجه معاوية السلمية، يعني أظهر الخداع وأظهر الدناء. وإلا الإمام الحسن إذا كان يحارب حتى يقتل مثلا، أين كان يظهر سباب علي على المنابر والشرط أن لا يسب علي؟ وأين كان يظهر اشتراط أن لا يتعرض للحسن وأقربائه وشيعة علي؟ وأين كان يظهر يقول على المنبر منيت الحسن بن علي بشروط وكلها تحت قدمي؟ هل كانت تظهر هذه الأشياء؟ فمعاوية له وجهان، وجه حرب ووجه سلم، وإذا لم يكن الإمام الحسن من يظهر وجهيه، وجه سلمه ووجه حربه؟ لذا فالإمام الحسن إمام لمن بقي من الطغاة إلى يوم القيامة بصورة معاوية.